تعالوا دلوقتي نروح لأخبار نادي الزمالك وأخبار نبض ميت عقبة، والبداية من عند مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 اللي فاز على نظيره الجزيرة بنتيجة 30-25 في الجولة الأخيرة اللي جمعت بين الفريقين امبارح بالصالة المغطاة داخل النادي ضمن منافسات المرحلة الثانية لبطولة دوري المرتبط للمحترفين. ياد الزمالك 2002 كان سبق وفاز على جزيرة الورد بنتيجة 37-18، وفاز على المعادي بنتيجة 38-22، وفاز على الشمس بنتيجة 34-24، فاز على الطيران بنتيجة 39-38 في الجولات السابقة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري. المدير الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية النهاردة على أن يستأنف الفريق ميرانو يوم بكرة، يوم طبعا يوم الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الأهلي بمنافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر ظهر يوم الثلاثاء القادم بالصالة المغطاة داخل النادي. طبعا بتنطلق يوم الجمعة القادمة مباريات الدور الثاني لبطولة دوري الجمهورية تحت 17 سنة، واللي بيشارك فيها ناشئين طائرة نادي الزمالك، وبيتواجد طائرة الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من الصيد بالدقي ووادي دجلة المعادي والطيران وهليوبلس وكمان ايسترن كومباني. طبعا جه جدول ترتيب المباريات كالتالي: الزمالك هيكون ضد ايسترن كومباني يوم الجمعة الموافق 3/2 الساعة 6 مساء على صالة القلعة البيضاء، بعد كده الزمالك ضد الطيران يوم الاثنين الموافق 6/2 الساعة 6 مساء على صالة الطيران، بعد كده في مباراة أخرى للزمالك ضد الصيد بالدقي يوم الجمعة الموافق 10/2 الساعة 6 مساء على صالة القلعة البيضاء، بعد كده في مباراة أخرى للزمالك ضد هليوبلس يوم الاثنين الموافق 13/2 الساعة 6 مساء على صالة هليوبلس، وأخيرا الزمالك ضد وادي دجلة المعادي يوم الجمعة الموافق 17/2 الساعة 6 مساء على صالة النادي.